كما جرت العادة يوميا كنخصص شويعات في المشي في الطبيعة، وهذا يعتبر من ضمن الهوايات المفضلة لدي، حيث أنا كيعجبني نتمشى في الهواء الطلق. وبالنسبة لي أنا أفضل مكان نقدر نرتاح فيه ونشعر به براحة هو الطبيعة. الطبيعة تشمل أشياء كثيرة، من أشجار، نبات، حتى أصوات الطيور تزيد تعطي واحد مشهد كبير جميل للطبيعة. وأنا هذه الأمور كتعجبني بزاف، مولع بالمشي في الطبيعة منذ الصغر، أيام الدراسة كنت دائما كنتوجه من انطلاق من المنزل ديالنا حتى المدرسة اللي كنت ندرس فيها مشيا على الأقدام، تقريبا يعني أربعة مرات في يوميا، يعني في الصباح في الغداء وفي العشية. ومن ثم يعني تربت في هذه العادة ديال المشي اللي في الحقيقة كانت تنفعنا بزاف، بخصوص الآن وأنا في إطار تقاعد، يعني يسمح لي الوقت أنني أخصص أوقات شويعات خارج المنزل، يعني في الطبيعة. ففي الطبيعة كنوجد فيها يعني راحة نفسانية، فيها كنحس براسي مزيان بعد ما تكون مقلق يعني في المدينة اللي فيها عبارة عن الضوضاء والصداع والزحامات، وهذه الأمور كلها كنهرب منها، ما تعجبنيش. كنفضل انني نكون ولو كون بوحدي، ما يهمش، نصمت لنفسي ونتسائل على كل الامور اللي كنشاهدها قدامي من الطبيعه، لا كيفيه خلق الله هذا الكون اللي فعلا شيء مدهش اذا تمعنا فيه، لا حدقنا شويه في كل هذه المشاهد اللي كتجي قدامنا، فكتخلي العقل دائما يعني حاير صعيب باش نفهموا كيفاش تم خلق هذا الكون، كل ما فيه طبيعة هواء حرارة وامطار، يعني كلها كتجعل الإنسان انه يتساءل مع نفسه، حتى مع نفسه كيتسائل إذا حدقنا شوية في الجسم ديالنا كنلقاو أشياء غامضة في الحياة ما نقدرش نفهموها بالعقل ديالنا. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الفكر ديال أننا نتجولوا في الطبيعة وأننا نتمشاو فيها ونتأملوا كل هذه الخيرات اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى باش نتقربوا ليه، لأن صعيب علينا باش نعرفوا الخالق مجرد الأفكار ديالنا. فاحنا عندنا أفكار محدودة، رغم أننا نجتهد وشحال ما اجتهدنا فنلقوا دائما يعني ضعيفين الأفكار أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. كما كتشاهدوا كلين قديس وعادك طويلة، يعني دون من نشعر لا بجوع ولا بالعطش،
لأن فقط نظر المشهد اللي كنشوف أمامي وكافي بالنسبة لي. أنني كنشعر براحة وطمئنان، وكان تمكن يا رب نراجع بعض الأمور ونراجع كذلك الأخطاء اللي كنرتكب، وفي نفس الوقت نحاول نلقى لها الحلول. وهذه هي الوسيلة الوحيدة للإنسان اللي يبغى يفك المشاكل ديالو، أنه يبتعد على الناس اللي دارين به، على المدينة اللي عايش فيها، يخرج شوية برا ولو هي أي غابة تكون قريبة ليك من السكن ديالك، توجه لها أو حديقة عمومية فيمكن أنك توجد فيها الراحة. يعني هذه نصيحة مني أنا لجميع الناس اللي كيخدموا نهار كامل، فيحاولوا على الأقل ولو في نهاية الأسبوع أنهم يتوجهوا للطبيعة ويديوا معهم وليداتهم اللي عندهم وليدات، وأنهم يأكلوا وشربوا في الهواء الطلق، شيء جميل جدا. على كلين هذه غير فقط مشهد طبيعي، هناك كثير من المشاهد الأخرى اللي كنتمنى على الله أننا تسمح للظروف باش نقل هذه المشاهد لجميع المتتبعين ديالي، وأنهم يستمتعوا بالطبيعة ولو عن طريق الصور وعن طريق هذا الفيديو. ومنجي أنكم تستفدوا كثير، وأنكم تفكروا في يعني تحاولوا تعطيوا وقت من الأوقات ديالكم توجهوا للطبيعة، لأنه شيء جميل جدا. هذا كل ما عندي منكم.